ينضم إلي مراسل العربي صالح الناطور. صالح، آخر التطورات في قطاع غزة مع تواصل القصف وأوامر الإخلاء التي يوزعها جيش الاحتلال على المدنيين. يعني الساعات الماضية تركزت عمليات القصف في المناطق الشرقية من وسط وجنوب القطاع، أيضا في أكثر من منطقة جرت عملية قصف مدفعي، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية، آخرها كان في منطقة شرق دير البلح في أرض الشوى كما تعرف، حيث تم استهداف منزل، وهذا الاستهداف كان حسب المعلومات مسيرة إسرائيلية، ولم يسفر هذا الاستهداف الإسرائيلي عن وقوع إصابات. هذه المنطقة تعرضت أيضا قبل نحو ساعة ونصف تقريبا لعملية قصف مدفعي إسرائيلي، وهي من المناطق التي على مدار الثلاث أيام الماضية شهدت عمليات قصف وإطلاق نار من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منطقة أبو العجين كما تعرف في شرق دير البلح. ومن هذه المنطقة تقوم قوات جيش الاحتلال بإطلاق النار على المناطق المحيطة والأحياء السكنية القريبة. في مناطق شرق مدينة خان يونس بلدة القرارة، وهي المنطقة الأولى من الناحية الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس، وهي في المنطقة الفاصلة بين مدينتي دير البلح ومنطقة خان يونس، تتعرض هذه البلدة منذ ساعات الصباح لعمليات قصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية، وكثير من تلك الانفجارات التي تسمع في المنطقة وعمودة الدخان التي تتصاعد تشي بعمليات نسف تقوم بها القوات الإسرائيلية في البلدة، وهذا على امتداد الأيام الثمانية أو تسعة أيام الماضية التي بدأت من خلالها قوات جيش الاحتلال باجتياح المنطقة الشرقية الشمالية من مدينة خان يونس. غرب مدينة خان يونس أيضا تعرضت مدينة حمد السكنية مرة أخرى لقصف مدفعي إسرائيلي، بالإضافة إلى الغارات التي استهدفت أبراجا سكنية على فترات مختلفة هذا اليوم، وما تزال المنطقة خطرة، الناس لا تستطيع التحرك في محيط هذه المناطق، حتى أن عمليات الإخلاء وأوامر الإخلاء التي تقوم بها القوات الإسرائيلية لا تقتصر فقط على المنطقة المحددة من قبل جيش الاحتلال، الناس بالعادة تحاول الابتعاد عن مناطق التي جرى تهديدها من قبل القوات الإسرائيلية خشية أن يمتد القصف عليها، وبالتالي نحن نتحدث عن مساحة أكبر حتى من تلك التي تقوم قوات جيش الاحتلال بتهديدها، التي تتعرض لعمليات إخلاء والناس تضطر مجبرة إلى المغادرة والابتعاد عنها خشية أن يتم استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية. من تلك المنطقة تم نقل جثمانين شهيدين إلى مستشفى ناصر هنا، بالإضافة إلى أن هذا المستشفى استقبل منذ صباح هذا اليوم تسعة شهداء على الأقل من استهدافات إسرائيلية حدثت في مدينة خان يونس تحديدا في مناطقها الشرقية وكذلك الغربية، وأيضا تم انتشال عدد من جثامين الشهداء من استهدافات إسرائيلية سابقة، بعضها مضى عليه تقريبا ثلاثة أيام ولم تكن الفرق الطبية قادرة على انتشال جميع شهداء هذه الاستهدافات الإسرائيلية، فيما واصلت عمليات البحث والانتشال على مدار هذه الأيام الماضية حتى استطاعت أن تنتشل عدد آخر من شهداء هذه الاستهدافات الإسرائيلية، حتى الأمر انسحب كذلك على مدينة رفح في منطقة في أكثر المناطق استهدافا، وهي منطقة غرب مدينة رفح، حيث تم نقل عدد آخر أيضا من جثامين الشهداء هنا إلى مستشفى ناصر. بالإضافة إلى هذه التطورات الميدانية، بلغات صدرت من فصائل المقاومة في الساعة الماضية، كتائب المجاهدين وألوية الناصر صلاح الدين قالتا أنهما استهدفتا محور نتساري من العسكري الإسرائيلي وسط قطاع غزة، كذلك بعدد من القذائف الصاروخية، بالإضافة إلى بلاغات سابقة صدرت من كتائب القسام وسرايا الرئيس. صالح الناطور مراسل العربي من خان يونس، شكرا جزيلا.